خطأ لمصلحة فيورنتينا. ماركوس ألونسو قريب أيضا، ماركوس يسدد خطأ، الله مباشرة في المرمى. لاحظ اوف الكرة الجميلة والرائعة من جيربي ألونسو، حط الكرة مباشرة في مرمى دييغو لوبيز لأن يتقدم فيورنتينا، ونحن مع دقيقة 39 من زمن شوط. صعبة 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 جدا صعبة، كرة ماركوس ألونسو مباشرة في المرمى لأن يتقدم الفيولا على كرة سريعة الآن ممتازة وخطيرة على الجهة اليمنى، مرور ممتاز مرور ممتاز وخطيرة. أوه حكم المباراة يعطي ضربة جزاء للفيولا، ضربة جزاء للفيولا، وقالياني يتابع ضربة جزاء عند إليشيتش في اللقطة الماضية. لاحظ هذا رومانيولي يرتكب مخالفة، يرتكب مخالفة رومانيولي، وضربة جزاء واضحة صريحة في هذه اللقطة على قدم اللاعب، وحكم المباراة قريب يعطي ضربة جزاء للفيولا، وبطاقة ربما صفراء على رومانيولي، بطاقة صفراء على رومانيولي، لاعب المدافع صاحب العشرين سنة وصاحب ال 25 مليون يورو. الآن ضربة جزاء، رودريغو تايلي الوافد الجديد طرد، والوافد الآخر يرتكب مخالفة وضربة جزاء لمصلحة فيورنتينا، يتقدم لها نفس اللاعب إليشيتش. هل دييغو لوبيز ينقذ الميلان؟ وسلوفيني في فرصة لأن يتقدم بالهدف الثاني، إليشيتش يسجل جول، جول ثاني للفيولا، جول ثاني للفيولا، 2 تعقد المهمة عن روسوناري، 2-0 للفيولا، إليشيتش يتسبب بضربة جزاء ويتقدم لها. دييغو لوبيز كان قريب، كان قريب على يساره، راحت الكرة للمرمى لين يتقدم فيورنتينا 2-0 على حساب ميلان.